لطلب تنحية القاضي رالف ريشي من المحكمة الدولية. كما كشف السيد أنه يدرس تقديم طلب لتنحية كل القضاة اللبنانيين عن المحكمة، لأن هناك إدانة لحكومة فؤاد السنيورة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب اعتقالنا، وبالتالي كل قاضي معين منها يشوبه خلل قانوني. قلت أنت المعارضة متهمة بنزف المحكمة. نعم. بصلح لك وبقول لك المعارضة سحبت ثقتها بالمحكمة الدولية اللي عم بيجري اليوم. نعم. هو تعبير عن سحب الثقة إلى أن تصوب المحكمة مجريات السنوات الخمس السابقة. فإذا موقف المعارضة بعطيك إياه بإيجاز حتى ما يصير التباس، ما حدا ضد المحكمة، ولكن هذه المحكمة مسحوب منها الثقة ما لن تفتح ملف السنوات الخمس الماضية. هيدا واحد. يعني ملف شهود الزور. سحب ثقة. ما حدا معترف بقى المحكمة. اللي جرى على طاولة الحوار سقط لأنه تبين أنه في خمس سنين زعبرة يجب جلاؤهم. هيدا واحد. اثنين، ماذا سيجري مجلس الوزراء نهار الأربعاء طالما عم بتقول؟ ما بدك أبد نخلص من أبو عدس. لا، رح أحكي فيهم هو، بس هودي نقاط سياسية. أنا طرحت مبادرة قلت فيها إحالة المجلس العدلي تنحية ميرزا وصقر والياس عيد وأشرف ريفي وسام الحسن. نعم. مؤقتا عن وظائفهم لحين انتهاء التحقيق باعتبارهم من المتهمين بالموضوع، ثم أن القضاء اللبناني بيبعث استئخار للمحكمة الدولية بالدعوة الرئيسية، ربما قضية شهود الزور أسفرت عن كشف المجرمين الحقيقيين. لأنه لما بتجيب 20 شهود زور أو 15 بقلب تحقيق، معناته في جهة علمتهم وقالت لهم روحوا غشوا التحقيق لأنه بده يحموا المجرم الأساسي. هيدا المفترض بشهود الزور. أنا أقول إذا مجلس الوزراء نهار الأربعاء قرر ياخذ الثلاثة مجتمعة، أنا جميل السيد سأدرس مع وكلائي في سوريا وبلبنان المحامين أن ينقل دعوية من سوريا إلى لبنان. صدر عن المكتب الإعلامي للنائب عقاب صقر البيان التالي: بعدما أدى اعتراض اللواء المتقاعد جميل السيد خلال إطلالته المباشرة مساء أمس على شاشة الجديد ضمن برنامج الأسبوع في ساعة على عرض تقرير مسجل للنائب عقاب صقر ومعد مسبقا للبث على الهواء خلال مجريات حلقة البرنامج نفسها، وفي ضوء الاعتذار الذي تقدم به مقدم البرنامج جورج صليبي على الهواء مباشرة عن عدم عرض التقرير نزولا عند رغبة السيد، شجب النائب عقاب صقر الأسلوب القمعي الذي مورس بحق وسيلة إعلامية ومنعها من بث مادة صحفية تندرج في إطار التزام مبدأ الرأي والرأي الآخر. وإذ سجل صقر احترامه لمهنية الإعلامي جورج صليبي وللحرفية المشهودة للقيمين على محطة الجديد، استنكر في المقابل ما تعرض له العاملون في هذه المحطة بعد انتهاء البث المباشر لحلقة الأمس.